هذه العيون من أخطر أنواع العيون في منطقة الغربية وبالتحديد مدينة هيت، والسبب يرجع لكثافة القير وتمكنه من الطفو فوق المي بحيث يكون طبقة لزجة وسميكة صعب تتحرر منها، وهالشي سبب هواية حوادث أدت الوفاة لهواية أشخاص وأطفال. كل هذا دفع ساكني المدينة بتسوير العيون ومنع الناس من دخولها. حاليا احنا في اقدم، يعني من اقدم العيون القير اللي موجوده بمدينه هيت، هاي عند يعني قريبه على مدخل مدينه هيت في حي الخضر، تعتبر من يعني واحده من اقدم العيون اللي موجوده. هاي العيون اللي تميزت بها مدينه هيت وبعض النواحي اللي موجوده دار مدار هيت، لولا هاي الماده العظيمه ما كان اكتشفوا بانه اكو مدينه كانت تسمى سابقا قبل الاف السنين فوهه النار. اكتشفوا بأنه موجودة مادة تستخدم لطلاء الأسطح والمباني وتستخدم مانع للرطوبة. المياه اللي تصدر من هاي العيون هي مياه بها كبريتي الهيدروجين بهاي الرائحة المميزة، واللي يجي يزور مدينة هيت قبل طبل المدينة يعني تصير عنده هاي الرائحة موجودة. هذا المي مباشرة ينزل للنهر الفرات بدون يعني للأسف نقول بدون أي معالجة وبدون أي تصفية. هاي المياه جارية. القير قبل يروح من لا لا لا، القير حاليا ماخذي استثمار، لذلك مسوين به سدات معينة حتى يجمعون هاي المادة وينقلوها يعني استعدادا للبيع أو إعادة تصنيع، لأن هاي المادة تخلط مع مادة ثانية وتخفف ويستخدموها بموانع للرطوبة بالأساسات بالبنايات. أنا أرحب بكم بمدينة هيت، هاي المدينة العظيمة العريقة اللي تحتوي على قلعة هيت الأثرية، ولولا هاي المادة العظيمة لما كانت الحضارات في الوسط والجنوب زقورة أور وما كانت تقدر تصمد آلاف السنين من عوامل التعرية وغيرها، لولا هاي المادة اللي موجودة بين طبقاته. وأيضا حضارة بابل وتعبيد الشوارع في الحضارة البابلية والجنان المعلقة. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله بمدينة هيت. شكرا، كل الهلا بك. طبعا سويت تجربة هسه، وخرت الطبقة العليا من مال القير وتفاجأت بوجود المياه الكبريتية. يعني هذه هي عبارة عن طبقة خارجية تنقشط وجواها هذا الـ يعني عبالي كان هواي انه اكو قير، لذلك انه صعب يطلع الانسان من هذا المكان اذا قدر يفوت اليه. راح احاول انه اشوف الحرارة مالت المي، حرارة المي بهذا الشتاء البارد هي كلش دافية و هذا القير. يعني شفتهم بفيديو من الفيديوهات انه القير يشيلوه هيك بديهم، يعني يعبوه سابقا مو بقاشطات.